ليه تشتري بيتش باجي من هيما شوب؟ ايه اللي يخليك تتمسك ببيتش باجي لابنك؟ هل فعلا ابنك محتاج بيتش باجي؟ هل ولادك محتاجين انك تفرحهم؟ احب اقول لك اه. طيب ايه هي المواصفات اللي احنا نقدر نشتري بها البيتش باجي؟ تعالوا بينا نشوف. لما بنبدا بالمواتير الاماميه ده معناه ان في مواتير خلفيه، يبقى ده كده 4 مطور. طيب والدركسيون 5 مطور. طب شكل وتصميم مميز جدا، اضاءات ليد ولا اروع. زي ما حضراتكم شايفين تصميم وجنوط وعجل وحجم وسعر كمان وخامه وكمان ضمان واضاءات ليد في كل حته. وايه كمان؟ جبنا لك مسند ضهر لو ابنك عايز تقعده هنا واخوه برضو ورا، 2 مش شخص واحد. بس ما يتعداش وزنهم ال 50 كيلو. تعالوا بينا نشوف ايه تاني موجود معانا. طبعا ده زرار الباور، سهله جدا وبسيطه. وده كده زرار الاضاءات، هل فعلا شغال ولا لا؟ طلع شغال. الاغاني، زرار الباور لازم تبقى ضغطه مطوله عشان يقدر يشتغل معاك. وعندنا زرار اللاو والهاي، السرعه تكون عاليه او بطيئه، الفورورد الامامي والخلفي. يعني مثلا انا خليته كده يبقى خلفي، خليته يبقى امامي. طبعا كل ما بيمشي او بنضغط على الدواسه اكتر بيمشي اسرع، ان هو سرعته تصاعديه. معرض هيما شوب بتتميز بكل جديد في عالم الالعاب.